راحت قالت له لا انا مش هرجع البيت لسه جايه سمه اسود سمه اسود وهباب بس دي مش نميمه انت بتقولي نصيحه ايوه نصيحه هعمل ايه السلام عليكم السلام اهلا اهلا يا اهلا وسهلا ما شاء الله عيله مع بعضيكم نتعرف بقى محسن ومدام شيرين ومارتن ومارسيل يا مارتن ومارسيل اهلا وسهلا منورين ايه المشروع الحلو اللي انتوا عاملينه ده شفت عاملين حاجه جميله والله يعني انتوا فكرتوا ازاي في المشروع ان انتوا تعملوا مشروع و يعني بدايه ابن حضرتك وبنت حضرتك بيدرسوا حاليا بتدرس في ايه صيدله ما شاء الله وانتي بزنس جامعه ايه ام ايوه احنا الاثنين طيب جميل وايه الجرأة اللي جات لكم ان انتوا تعملوا مشروع وتنزلوا تقفوا في الشارع هي كانت جرأة فعلا ان احنا ابتدينا المشروع ده من 3 سنين ثلاث سنين دي كانت لسه موضوع البايك يعني في الاول ومش منتشر قوي زي دلوقتي ابتدت لما مارتن ومارسيل كانوا عايزين يشتغلوا يعني قالوا لنا احنا عايزين نعمل حاجة نشتغل فقعدنا نفكر مع بعض طب بيشتغلوا ايه في السن ده يعني من 3 سنين كان لسه سنهم صغير فجت لنا الفكرة دي بس هي كانت فكرة طبعا جريئة فكرنا فيها ورحنا نفذناها على طول يعني في خلال 10 ايام نزلنا يعني فكرتوا ونفذتوا البايك ونزلتوا وقفتوا الاول في الشارع قبل ما نفكر بقى جيلنا مشاكل بقى وطب هنقابل ده ازاي لا قلنا احنا هننزل ولما تقابلنا مشاكل نبقى نحلها قبليها كنت بتشتغلي في مجال ايه حضرتك انا بشتغل في مجال الرياضه انا بدرب ايروبكس فعلا محتاجهم كل الحلقة دي كل الحلقة دي ما فيها الأكل كمان ايروبكس ومنبر يعني متخيل عكس بعض بدخنهم وخسسهم ده الذكاء بقى ايوه طبعا يعني واحد يقول لها ده المنبر حلو قوي تقول له تعالى لي بقى أستاذ محسن كنت شغال في مجال إيه؟ كان عندي شركة كيميائيات كيميكال يعني شغلي كان مع الفنادق ميلي أكثر في اللوندري هاوس كيبنج والستيوارد وكده بس يعني بعد الثوره الدنيا ريحت خالص ففكرتوا في الفكره دي ففكرنا في الفكره دي وانتوا الاربعه يعني ما شاء الله بتقفوا وتنزلوا وبتتناوبوا حد عنده جامعه حد عنده حاجه بيروح ويرجع بالظبط وما فكرتوش انه يعني احنا الفكر المصري ما فكرتوش الجيران لما يشوفوكوا او اصحابهم في الجامعه احنا عملنا حاجه ايه بقى ما قلناش لحد خالص احنا لما قررنا عملنا البايك نزلنا الشارع ولا لأصحابنا ولا للعيلة ولا أي حاجة وأول ما نزلنا خدنا صورة ونزلناها على الفيسبوك عشان ما نسمعش حد يحبطك طب وانتوا اخترتوا المنطقة اللي تنزلوا فيها بناء على ايه؟ يعني نزلتوا تحت قريبة البيت؟ من البيت قريبة جدا انتوا فين منطقة ايه؟ احنا في مصر الجديدة نزلنا في شارع السبع يعني جنبها وبعدين مؤخرا بقيتوا في شارع 306 شارع 306 ده صندوق تحية مصر عاملاه شارع كامل ده فين كله بايكس كده في مصر الجديدة ده في ألماظة ده في ألماظة ماشي وفي شارع تاني برضو موجود ورا مساكن شيراتون هو شارع تحيا مصر شارع مصر اسمه شارع مصر الشارعين دول كلهم مشاريع زي كده وكلهم شباب عاملين مشاريع او عائلات يعني طب استاذ محسن انت دلوقتي الوضع بقى احسن كتير من ايام الثوره يعني الحمد لله يعني في مطار سفنكس اهو اتفتح المتحف قريب السياحه ابتدت تشتغل فانت مؤكد الفنادق يعني ما شاء الله فنادق القاهره لحد ما تشتغل مليانه بس انا كنت خلاص بقى يعني قعدت تقريبا شخصي يعني قعدت تقريبا بتاع سنتين ثلاثه كده مفيش خالص حتى يعني الانكم اللي كان المفروض كان راح قبل كده ما كانش بيجي لان هم اوريدي كانوا شغالين يعني بعدين لما فتحنا بقى الفيتنس سنتر دوت بجانب المشروع دوت لان ابني كان عايز يعمله وانا شجعته جدا عليه هو وبنتي وكان نفسي ان انا اعمل له حاجه زي كده عشان خاطر يتعلم من هو صغير ازاي يعتمد على نفسه يعني انت ما عندكش استعداد انه الشغل بما انه رجع انك ترجع شركتك تاني حاليا دلوقتي لا خلاص بقى عنده البيزنس بتاعه يعني ردود افعال الناس معاكم يا استاذ محسن كان في الاول في منتهى الجمال بصراحه دي اجمل حاجه واكتر حاجه شجعتني
اللي هي الكومنتات اللي كانت بتتقلنا، سواء كان من عائلات، سواء كان من ناس اصحابنا، سواء كان ناس ما نعرفهمش خالص، كانت كلها حلوه بصراحه جدا. انا مبسوطه ان الفكر بتاعنا اتغير. كانوا بيقولوا لنا احنا انتوا شجعتونا ان احنا نقدر ننزل ناكل اكل الشارع اللي احنا كنا نفسنا ناكله بس ما كناش قادرين. طب اسالك سؤال ممكن يبقى محرج، استاذه شيرين بتعرف تطبخ ولا لا؟ انت هتدوق دلوقتي يا طبعا ما تقدرش الجوه تاني مش هي ده كله. انا امنيه حياتي اقف على عربيه فول، افطر على عربيه فول. تفطري على عربيه فول؟ امنيه حياتي. عمرك ما افطرت على عربية؟ لا هي هان. دي بقى هي دي. والله الناس كانوا بيقولوا لنا احنا بنحب ده وكنا بنخاف. احنا دلوقتي بناكل الاكل منكم واحنا مطمنين. جميل. مارتن بالنسبه لدراستك، انت يوم ما بدات المشروع كنت بدات كليه؟ لا ما كنتش بدات. طب سنة كام دلوقتي؟ أنا في أولى لسه. في أولى أول سنة. طب جميل. هل زمايلك بيجوا لك هنا على العربية؟ على طول والله. هو عايزين يشتغلوا كمان معايا. يا سلام. كل شوية على حد. أهالي أصحابه مبسوطين جدا منه. طبعا يعني هو إدى مثل حلو جدا. يعني بص شوف مارتن بيعمل إيه. طبعا. ريت تعمله زيه، فهم تشجعوا كمان لما لقوه بيعمل كده عايزين يعملوا زيه. أنا هقول لحضرتك حاجة. يعني أخويا كان بيشتغل في أوتيل في أمريكا، وطبعاً كل اللي بيشتغلوا لهم باب بيخرجوا منه، فأنا واقفة مستنياه. ففي ولد شاب لطيف كده عمال بيشيل كل المخلفات وبيطلع ومتعذب وبيزق ويشيل وما فيش حد بيساعده. فأنا قلت لأخويا هقول له عليه علشان يديله، يعني أخويا هو اللي كان مدير فهيديله بونس زيادة وكده. فقلت له في واحد استنى هيطلع دلوقتي الحاجات برة، لازم ده لازم تديله علاوة أو بتاع أو تكافئه لأنه الواد اتبهدل في المخلفات. فقال لي طيب استنى. قال لي ده صح ابن صاحب الأوتيل. ابن صاحب الأوتيل بادي شاب وبادي من المطبخ تحت بيشيل المخلفات، وبعد كده هيحطوه في المطبخ، وبعد المطبخ هيحطوه في الهندسه بتاعت لازم يلف لحد فوق طبعا لغايه ما يطلع. لكن هنا احنا في ناس تبقى مش لاقيه تاكل، مستعيبه وعايز يبقى مدير على طول. في شباب بيبقى عندهم مؤهلات ونفسهم يشتغلوا بالمؤهل بتاعهم، بس لغايه اما يجي لك الفرصه دي اي شغل في الدنيا مش عيب. وبعدين في ناس ممكن بيكونوا عملوا المحاولة بتاعتهم وما عرفوش. ما اقدرش الومهم، ما اقدرش اقول ان كل الشباب قاعدين او لا، في شباب كتير بيشتغلوا وفي شباب كتير بيعتمدوا على نفسهم. انت بالنسبه لك بقى انت بتدرسي قلتي في بيزنس، هل انت اللي مسؤوله عن الحسابات هنا؟ انا بيزنس بس ميجر ماركتنج. طب بتعملي تسويق؟ بعمل. انا ماسكه البيج بتاعت الفيسبوك. البيج اسمها ايه؟ موشي بايك. شوفي بعمل لك دعايه اهو. موشي ده زي سوشي. هي لايك سوشي. زي السوشي بس جت الام بان هي محشي، اللي احنا كنا نازلين الاول بمحشي كرومب ومنبار، فهي ام من محشي وسوشي عشان حاجات محشيه رز، فركبناها بقى كده كامله. وبابا وماما بيدوكي ما هي ولا بياكلوا عليكي؟ كنا بننزل، لما كنا بننزل كانت بس كانت وقتها اجازه. لما كنا بننزل كل واحد كان بياخد زي مرتب. كام بقى المرتب؟ حاجه لا والله انا شايف ان شارع 306 ده مشجع ناس كتير. شارع 306 يعني يضحكي عليه بصراحه. لا يعني احنا ساعه ما نزلنا الشارع، مش 306، لما نزلنا شارع السبق طبعا قابلنا مشاكل الحي والكلام ده كله. فروحنا الحي وطلبنا منهم ان احنا طب ازاي الموضوع ده يتقنن يعني. فقالوا لنا ان احنا هنفتح شارع وهيجمع كل البايكات. احنا اللي فكرنا فيه انه شارع والكل اللي فتح حاجه زي كده هيوقفوا خلاص. بصراحه احنا اتفاجئنا. شارع رائع، منظم جدا، شيك جدا. يعني احنا في ناس بيقولنا عايشين بره، لما دخلوا الشارع قالوا احنا في حاجات زي كده بره بس الحقيقه هنا معمول حلو قوي. فهو يعني امن ويعني نظافه هايل. بيدوكوا كهرباء، بيدوكوا ميه، كهرباء. الحقيقه الاداره كمان هايله، بتشوف كل متطلباتنا ايه. الشباب كله اللي واقف حاجه بصراحه تفرح، يعني حاجه جميله. انا اخويا عايش في امريكا
امريكا ولما قلت له لان انا شفت التجربه دي قبل كده ما صدقش قال لي مستحيل يبقى في مصر في حاجه اتغيرنا لا والله لا والله في حاجات جميله حقيقي. موجوده ممكن ما يبقاش متسلط عليها الضوء بس لكن... هو انت تنميه الطفل من هو صغير انت لازم نزرع ده لازم ال- 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 الاختلاف يعني انا اولادي كان في سوق عاملين سوق في المدرسه قلت لهم يلا يا يلا ولادي ونزلت وقفت معاهم وبعنا وعرفوا بيه هيستمتعوا يعني عارف الصدف اللي احنا بنلمه من على البحر هم عندهم الهواء فلقيت علبه الصدف فقلت لهم طب ما تيجوا نعمل حاجات بالصدف ده حلو. وفضلنا قعدنا ولزقناه وما تتصورش المتعه ان هم وزي ما محسن بيقول ان كل اهالي ولادي اصحابهم مبسوطين لا وقالوا لي بليز المره الجايه لازم كلنا نبقى معاكم ساعتهم ويبقوا مع بعض هالة شكل المنبر فظيع انت دايت لا بس شكله فظيع انا عايزاكم تدوقوا بقى ده لا 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 ده بيلف ده منبر من بيلف خلي بالك ده بموتور خد يا هالة لا دي كده شكلها مروحه طياره سخنه لا 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 ده المفروض انه محشي كروم بس احنا بنعمله بطريقه مختلفه خالص مش بقوطه ولا بخضره لا ده بلحمة وصوص ليمون يا سلام فندوقه كده ونشوف تديني ايه بقى لا قول ايه الاخبار ده الكبده دي مروحه الطياره فعلا ده بقى احنا حتى المخلل احنا بنعمله في البيت عاملينه كل حاجه عندنا احنا اللي عاملينها في البيت انت عارفه انا يا جماعه المحشي ده فظيع يا جماعه وانا مش عارفه ممكن في مصر اروح اكل كبده فين عند موش طبعا عند موش مش عارفه يعني احنا واقفين هنا وعاملين بنقول لهم انتوا عاملين حاجه هايله ما انا بعيد قوي عليكم انتوا انا في محافظه ثانيه انا بجد لا يعني برضو عايزه اقول نفسي يعني كل عيلة كده مصرية لو تقدر تيجي تزور الشارع أولا هيقضوا يوم حلو جدا أنا حاجي لكم يا ريت هيقضوا يوم حلو قوي الفرايتي بتاعت الأكل الشارع كتيرة فيه كراسي وكده وترابيزات في قاعدة تحفة أنا قلت الكراسي هتتعمل مثلا حاجات ساعة. بلاستيك أو كده لا ده معمولة في منتهى الشياكة 12 ساعة كل يوم أنتوا الأربعة لا بيبقى شفتات بتبدلوا بينكم بين بعض بالظبط وساعات بنجتمع احنا الاربعه لو في شغل بقى ده دايت خلاص ايوه بقى خلاص بقى مرتين هات لنا بتاع زي دي كده فاضيه تحط فيها الساندوتش في لا اهو اهو في خلاص اهي اوكي هلا انت بتاكلي من الشارع فعلا بس كمان اما تاكلي بقى من الشارع واكل نظيف وواثقه فيه اكيد الوضع بيختلف يعني ده سجق احنا في ايام التسويق ما عنديش حاجه اضمنها غير الفراخ فانا بعد اي مسلسل بيبقى ناقصني جناحه وطير من كتر كم الفراخ اللي باكلها يا هلا بعد اذنك دوق المحشي ده بعد اذنك احنا هلا بعد اذنك يا هلا بجد يعني المحشي ده يا جماعه فظيع جدا بجد يا جماعة انتوا عاملين مشروع حلو قوي والله حاجات فين بقى عيلة ناس عارفين بيها فين تيفولي القديم شارع 306 عايزينكم تشرفونا قصاد سيتي ستارز بينهم شارع الثورة بعد سيتي ستارز عند تيفولي القديم ايوه عند تيفولي احنا في ظهر تيفولي في ظهر تيفولي قدام شركة الغاز على طول والله فكرة هايلة والشارع ده جميل وانتوا كعيلة عاملين مشروع بجد كلنا فخورين بيكم يا ريت تجيبي طبق الممبار ده واحنا هناخد الصينية دي لا انا ماليش في الممبار لا والله لا دي مروحة يا بابا ده بص دي انا هاخد المنبر ده وفي جماعه من صحابنا واقفين ورا الكاميرات مش هروح لهم لا خالص هنروح نقعد على الترابيزه ونقعد ناكل ونكمل بجد احنا مبسوطين بيكوا جدا وانتوا نورتونا شكرا ميرسي يلا حلوين